اخر 30 سنه، مش بس كل القنوات عم تحكي ضدنا، مش بس كل القنوات عم تحكي ضد الحقيقه، عم تحكي ضد شعبنا. فبالضبط اللي قلته انه قد ما شعبنا صار مغطس ومعمى بعدم الحقيقه، صار بس تقول له الحقيقه صار بدك تثبت له انه هي حقيقه، تثبت له صح، لانه قد ما تعتم على الحقيقه صاروا مفكرين انه الكذب هو حقيقه، والحقيقه صارت مش مبينه، صار بده اثبات، صار الحقيقة. صار شاب ماروني بدك تثبت له انه هو ماروني. صح. مثلا وقت قبل شوي كنت عم تحكي عن بني تغلب، رح جاوب على قصه بني تغلب بعد شوي. هذه شغله مهمه ما مرق. أيوه. تفضل، مين معنا على التليفون؟ شلوم لكلكم السوريوني؟ شينو 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 احون جورج ملفون وجورج. ان شاء الله الجميع بألف خير. طبعا مش رح احكي سياسي بالنسبه لرقم 13 المنحوس اللي هو البيسمس نمبر. فبالعشاء الاخير كانوا 12 سيد المسيح مع 12 تلميذ، يهوذا الاسخريوطي كان الثالث عشر، فهيدا الرقم دائما نحس. ولكن بالنسبه لموضوع المرضى مدفونو جوزيف بكتاب الاب بطرس ضوء، انا بذكر اني قريته بالثمانينات، بيرجع اسم المرضى لسريان ماردين. ايوه، الجراجمه، جبل اللكام، جرجومه، المردة، مردي، مردو، صحيح. ماردين، واكد انه سريان ماردين، وطبعا هن وكل سريان سوريا ولبنان وكل الشرق الادنى والاوسط طبعا كانوا سريان. فذكرتني بكتاب الاب بطرس ضوء. صحيح صح. وطبعا بهالمناسبه بنوجه تحيه كثير كبيره لنيافه المطران جورج خضر يلي قرينا المقاله يلي كتبها بجريده النهار البيروتيه الرائعه حول اننا نحن ننتمي الى الكنيسه الانطاكيه السريانيه. صحيح. كل روم ارثوذكس، روم كاثوليك او لاتيني اصله سرياني، ابن سرياني، جده وجد اجداده كلهم سرياني. صح صح. واخيرا بالنسبه للصراعات المذهبيه ومونوتوليه ومونوفيزيه كاثوليكيه بروتستانتيه ارثوذكسيه، دائما بذكر ما قاله يعني الفيلسوف الانجليزي توماس هوبس، طبعا باللاتيني قال هومو هوميني لوبوس، ان الانسان ذئب لاخيه الانسان. فالصراعات المذهبيه ما ادت الى نتيجه، لذلك دائما انا من يدعو الى وحده الكنيسه الجامعه المقدسه الرسوليه بدون كل هالتسميات. نحن السريان مسيحيين ذاتي. شلومو الكرخون وفوشون بشلومو. شنو تودي تودي ملفون وجورج. يعني مفضل علينا، عم بيعلي لنا مستوى البرنامج اكثر واكثر كل مره بمعلوماته. نحن نشكرك ملفون جورج على هالمعلومات وعلى ذكر الماردين والماردويو والمردة. يعني لهلا الزحلويه بسموهم ماردينيه عندنا بلبنان، ماردينيه 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 بزحله ماردينيه، نحن ماردينيه بسموهم لانه ومعروفين يعني بالحرب ما قصروا، كنا ما قصروا يعني وبعضنا يعني او بعدكم. توني توني الزحلاوي عم بيقول بعضهم هيك، ف دم ما بيقلب مي ولا نهار. صحيح. واسم ماردين بالسرياني مرده، بالسرياني اسم ماردين مرده. موضوع فينا نعلق على موضوع لحفت، على موضوع لحفت وبني تغلب، لانه بعد غاصص فيها. تفضل. هذا الموضوع، هالأسطورة اللي اسمها بني تغلب، هيدي اخترعوها، يعني عم بيستغلوها، ما بدي اقول اخترعوها، عم بيستغلوها بالعصر الحديث كل العروبيين اصحاب الايديولوجية العروبية حتى يمحوا اي ذكر غير عربي بالمنطقة. كل شيء فيه مسيحي بالمنطقة صار وين جاية من بني تغلب. انه بني تغلب كانوا بشكله يمكن باحلى حالاتهم 5% من السريان المسيحيين بالمنطقة، وحتى بني تغلب بأيامهم هن تيكونوا يفرجوا عن مدنية كان لازم يحكوا سرياني. إذا بيقرأ الجاحظ بيقرأ فيه كيف كل واحد من أطباء بغداد وبصرة ودمشق حتى اللي بيناتهم كانوا عرب مسيحيين، مثلا بني تغلب والمنازرة اللي كانوا عرب، قال إذا ما بيحكي سرياني ما حدا بيروح بيتطبب عنده لأنه بيفكروه أنه حكيم بدوي متخلف.
فحتى العرب اللي كانوا اللي هن بني تغلب كانوا لازم يحكوا سرياني، وكانت كنيستهم سريانية، ما في كنيسة عربية. حتى بني تغلب كنيستهم كانت كنيسة سريانية، كانوا تابعين لكنيسة سريانية. هلا صار كل شيء فيه مسيحيين جايين من هالخمسة بالمية، والخمسة وتسعين بالمية سريان مش موجودين. هاي واحدة أولا، هذه من ناحية المنطق التاريخي ما بيقبلها. ثانيا، إذا كان أهل لحفد من بني تغلب، بدي أسأله مين علمهم أنه هالمنطقة اسمها لحفد؟ إجوا لهونيك هدول البني تغلب لقيوا أرمى مكتوب عليها لحفد؟ ما كان في أرمى. ما بعتقد. أنه كيف عرفوا أنه هالمنطقة اسمها لحفد؟ وهذا بينطبق على كل أسامي المناطق بلبنان وبغير لبنان. أهالي المنطقة بيورتوا اسم المنطقة للي بعدهم. يعني وقت اللي إجوا التغالبة على لحفد لو كانت فاضية ما كانوا رح يعرفوا أنه اسمها لحفد. وإذا اسمها لحفد كلمة آرامية على قول الأب اللي كان قاعد بهذيك الحلقة، إذا الكلمة آرامية معناتها الشعب اللي ورت هالاسم للي بعده كان آرامي، وإلا ما كان رح يعرف أنه اسمها لحفد. إذا مفهوم شو عم بقول، يعني ما بيقدر يجي بني تغلب على ضيعة فاضية ويعرفوا أنه اسمها لحفد. لازم يعرفوا من اللي قاعدين هونيك أنه اسمها لحفد. إذا هو من بني تغلب معناتها هو من الغربة اللي اجوا على الضيعة. لازم يقلنا مين أهل الضيعة الحقيقيين، إذا هو قتلهم أو هو ابنهم. إذا هو ابنهم لكن منه من بني تغلب، وإذا هو من بني تغلب لكن هو من اللي قتل اللي كان هونيك أهل لحفد الحقيقيين. لازم يقلنا ليه قتلهم. يا هو ابن لحفد الحقيقي هو يعني معناته آرامي ومنه من بني تغلب، يا أما إذا هو من بني تغلب بده يخبرنا شو صار بالأهل أولاد لحفد الآراميين يلي هو بس إجا وين خفاهم شو عمل فيهم إذا هو من بني تغلب. أنا سؤالي بيرجع لقله لهالإنسان. يا أما لازم نفهم إنه في بروباغاندا في دعاية من هالإيديولوجيات العروبية اللي ما لها أساس غير الشوفينية العروبية، انه بدها تخفي كل حقيقة وجود حضارة وقومي غير عربي بالمنطقة لحتى تمحي وجودنا. لانه تتمحي شعب اول شيء بتمحي له تاريخه، بصير هو يترجاك تيقعد عندك بالبيت لانه ما بده اياك تعرف انه هذا بيتك. اذا بيعرف انه هذا بيتك هو بده يترجاك ليقعد عندك ضيف. بس اذا قال لك انه انت مش موجود معناتها هالبيت مش لك، يعني انت بدك تترجى تسمح لك تعيش بالشرق، مثل ما هلا المسيحيين بيترجوا العرب انه يخلوهم بالشرق لانه الشرق للعرب والمسيحيين فلول. مثلا هاي النظريه العروبيه وقت كانوا يكتبوا تاريخ العرب طول الوقت، المسيحيين يا اما فلول البيزنطيين يعني بقايا البيزنطيين، يا اما فلول الصليبيين، يا اما فلول الاستعمار مثل اليوم. يعني من زمان سألت واحد مصري كل هالمسيحيين قلت له الأخباط من وين جايين؟ قال دول قم مع الطليان. أنا أنه الأخباط بمصر بالضبط هذول شعب إجا مع الطليان وبقي نسيون الطليان هونيك كان وقعوا من الشنطة بالضبط. هالنظرية مثل اللي بتشبه نظريات البعث مثلا. حزب البعث يلي نظرية شوفينية عربية بدها تنهي بدها تمحي حقائق تاريخية، أو مثلا كيف بتمحيها؟ يا بتقول ما كانوا موجودين، يا بتقول لا السريان ولو سريان نحن بتحطها تحت باطن هيك بنصفي عرب، إنه لازم يبين عرب ما لازم يبين سريان. لا نحن سريان، وإذا هن ساكنين عنا هن ساكنين عنا. يعني مثل ما قال بطرك هزيم من كم سنة، العرب ضيوف عندنا نحن المسيحيين. جاوبوا فيكتور سحاب بجريدة السفير خمسة أيام ورا بعض صفحة كاملة تيعتذر من العرب، كيف بطرك هزيم بيقول لهم للعرب المسلمين ضيوف عندنا نحن المسيحيين، قاعد يعتذر. البطرك هزيم ما قال إلا الحقيقة، المسلمين بعد منيح اللي كرمهم وقال ضيوف ما قال محتلين، لأنه معروف المنطقة لمين. لا بس هن أول شيء شالوا عنا نحن الهوية الآرامية، جربوا يمحيها لأنه الهوية الآرامية بتعطيك حق بكل الشرق. صح، حصرونا بالكنيسة قالوا لنا أنتم سريان، من بعد ما صاروا بس سريان هلا قصمون ل 100,000 اسم، عطون 100,000 اسم دعموا الاسماء الثانيه. أيوة. لحتى تفرط السريانيه كمان، لانه السريانيه ارتبطت باسم طيفة. سوريا وطائفه واحده، طائفه باسم سوريا، فاذا يمكن يطلع لنا حقوق، فاذا خلينا نسمي هالطائفه غير شيء لحتى يروح حقوقها معها، مثل ما عملوا مع الموارنه بلبنان. وتحديدا اللي عم بتقوله كثير بينطبق على مثلا سياسه تلفزيون الجزيره.
يلي مثلا عم تعمل بتفرجي حالها نوعية علمية قدام العالم. أي. عملت هونيك ريبورتاج على السريان. شو بدك بعد أحلى من هيك؟ راحت عملت مقابلة مع شخص سرياني من